إلى أين تمضي حرب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الانقلاب في اليمن؟ ربما بات هذا السؤال الملح الآن على مشارف انتهاء السنة الثالثة من الحرب، فلا أفشل التحالف الانقلاب ولا جنب المدنيين نيرانه والخسائر في الأرواح والممتلكات. هنا على سبيل المثال آخر الإحصاءات لغارات التحالف العربي، حيث دمرت 3 منازل وأصيب 8 مواطنين جراء الضربات الجوية على صنعاء. وشهد حي الصعد حالة من الفزع بعد تهدم المنازل المجاورة وإصابة السكان بجروح متفاوتة. واحدة من الليالي العصيبة إذن التي عاشها المواطنون في محيط كلية الطيران ومقر مجمع وزارة الدفاع التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية، حيث استهدفتها الطائرات الحربية بعدد من الغارات. لا المواجهات في الحدود السعودية اليمنية ولا الصواريخ التي بلغت الرياض أوقفت غارات التحالف. لا أكثر الآن كارثية من القصف اليومي الذي أعاد مشهد الحرب إلى لحظاته الأولى، حيث عاش سكان صنعاء ومحيطها لحظات عصيبة جراء غارات مكثفة على المدينة ومحيطها. وهذا جزء كما يرى مراقبون من العملية التي تتم في المحيط الإقليمي لليمن، منها طموح توسع النفوذ الإيراني الداعم الرئيسي لجماعة الحوثي الإنقلابية، والذي يقابله التحالف العربي بالحد من هذا التمدد بالعمليات العسكرية أيضا في اليمن.